علينا النهاردة الساعة 9 من شفت دانيال، والسنة الأولى لدرجوس ابن أحشويرس من الناس الماديين الذين ملك على مملكة الفدانين. في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت هنا كلمه الرب إلى ألم النبي لكمال 70 سنة على خراب أورشليم. كان أقرب واحد لدانيال أرميا، بينهم وبين بعض بس سنين كثيرة، بتاع 50 سنة يمكن. فأرميا تنبأ إن خراب أورشليم 70 سنة. كان طبعا أرميا كان عايش أو مش عايش، لما دانيال كان عايش، لأن كان تقريبا في نهاية 70. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسوح والرماد. أهو ده اللي بنقوله إحنا، لسه كنا بنقوله. كانوا بيصلوا زي أهل نينوى لما كانوا بيصلوا بالمسوح والرماد. فدانيال عمل كده. إحنا بقى ما عندناش مسوح ولا رماد، إحنا عندنا مطنيات. بدل الحاجات بتاع العهد القديم دي حلت المطنيات، لأن المطنيات نوع من الخشوع ومن التذلل. وصليت إلى الرب إلهي واعترفت. تعالوا نشوفوا مع بعض صلاة دانيال، جميلة وعميقة، ونتعلم منها إزاي نصلي. واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة ومحبيه وحافظي وصياه. طب أنت يا دانيال، أنت إنسان حلو وطاهر وما عملتش غلط، ولكن نسب غلط الشعب إلى نفسه. دي حاجة جميلة. واعترفت وقلت، عشان كده من ضمن الصلوات اللي أنا قلتها لكم في الجزء الأولاني الصلاة التوبة، اعترف بخطيتك وأنت بتصلي، قول له: يا رب أنا لساني متبرر مني، دايما أشتم أو بحلف، سامحني يا رب وغيرني. دي ضمن الصلاة اللي هي الثمان نقط اللي اتكلمنا عنها. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. الله، طب أنت يا دانيال عملت ده؟ عملت الحاجات دي؟ لا. أمال بتقولها بصيغة الجمع ليه؟ دي تورينا إن ربنا بيعلمنا لما أنت تصلي انسب أخطاء الآخرين ليك واطلبها. بنتك فيها عيب، ابنك فيه عيب، جوزك في عيب، لما تصلي اعتبر ان العيوب دي فيك انت. وده الكاهن بيعمل كده، احنا بنعمل كده، بالعكس احنا بنعمل اكتر. جهلات شعبك عن خطاياي
ونجفات قلبي وجهلات شعبك. اللي كان بيعمل كده كل واحد فينا يعني بينسب الخطيه الى نفسه، انما الشعب بالمثل العذر جهلات. احنا الاسبوع اللي فات مرينا على مرضى كتيره، امراض صعبه ربنا ما يوريكم. بس قلت للاخ والاخت اللي بيمروا معايا، قلت لهم اكتبوا لي اسمائهم عشان اخذ بركاتهم واصلي لهم. فانت يجب علينا كده، مش تصلي من اجل نفسك ولا تصلي من اجل خطاياك، صلي من اجل خطايا اخواتك وفي البيت وفي الكنيسه. انت خادم في مدارس الاحد، صلي من اجل خطايا الاولاد والبنات عندك بيأذوا لب في الكنيسة، بيشتموا بعض، بيضربوا بعض في الهيكل. اعتبر ده عيب فيك، انت خادمة في شايفة اخطاء في المخدومين، انسبي اخطائهم ليكي. يا رب احنا اخطينا، انا اخطيت يا رب. فكل واحد ينسب اخطاء الاخرين الى نفسه. دانيال كان انسان بار، ولكن يقول اخطانا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا، وحدنا عن وصاياك وعن احكامك، وما سمعنا من عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكا ورؤساء واباء. لك يا سيد البر، اما لنا شوف بالها بره الجايه. ارجوكم اقروا الاصحاح ده في البيت وتعلم الصلاه. اما لنا فخزي الوجوه. الله، لك يا سيد البر، البر يعني الاعمال الحسنه دي ليك انت يا رب. اما لنا فخزي الوجوه. كلمة الخزي يعني واحد اتخذى، زي واحد بيسرق رحت انت مسكت ايده، ليه كده بتعمل؟ فبيبقى في خزي. اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا وسكان اورشليم من اجل خيانتهم، من اجل خيانتهم التي خانوك اياها. ده تورينا نقطه مهمه، ان الخطيه خيانه، خيانه مش بس الخيانه الزوجيه. طب ما احنا اتفقنا ان احنا العروس وهو العريس، فلما نغلط او نخطا يبقى العروسة خانت العريس، يبقى الخطية خيانة. خذوها قاعدة، الخطية خيانة. أنت خنت ربنا، أنت خنت ربنا. يا سيد لنا خزي الوجوه، تاني أهو، لملوكنا ورؤسائنا ولآبائنا، لأننا أخطأنا. الرب إلهنا المراحم والمغفرة، لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت. الرب إلهنا لنسلك في شرائعه. ويقعد دانيال يردد الكلام الحلو، ان احنا اخطانا
وأنت يا رب. فسهر الرب على الشر، يعني السبي اللي حصل لنا 70 سنة ده احنا نستحقه. يعني انت لما حصل لك مشكلة او مرض او خسارة تقول انا استاهل. زي ما تعلمنا من أنبرسانيوس مطران المنيا ثلاث رحمات، لما كم عملوا في البابا بتاعنا بابا شنودة وعملوا القرارات بتاعتهم ديت، كان يقول احنا السبب، خطيتنا السبب، ما نستاهلش البابا. زي ما دانيال، اصرف وجهك، اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم. لما ابنك يعيا قول انا السبب، خطيتي هي السبب. ما تقولش ده مكروب انفلونزا ولا لا، انا السبب، انا اللي جبته لابني، انا اللي جبته لحفيدي. انسب كل حاجة ليك، تجد ربنا يقف معاك. اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم، جبل قدسك. يعني ما تنساش اورشليم، صحيح وحشة بس دي هي جبل قدسك، دي مدينتك. إذ لخطايانا والأثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا. يا رب احنا أولادك، أيوة يا رب، بس بسببنا، سببنا هو خطايانا هي اللي جابت الحاجات دي كلها. لما أنت حنين، أنت جميع الذين حولنا، فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك. الخرب يعني خرابة، أورشليم بقت خرابة من أجل خطايانا، من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وأنظر خزينا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا. إحنا يا رب بنصلي لك مش عشان برنا، إحنا ملناش بر، احنا ما نستحقش، لانه لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا امام وجهك، بل لاجل مراحمك العظيمه. الله الله عليك يا دانيال، ما كل مراحمك العظيمه، مراحم الله، مراحم الله واسعه. يعني طوبة لما ترميها في وسط محيط بحر مش هتعكر البحر، أو نقطة حبر نقطها في نهر النيل مش هتعكر مية النيل. أنت مراحمك واسعة، ومراحمك يا رب مستمرة، ومراحمك كبيرة يا رب. احنا عندنا امل، عندنا امل مش فينا، لان احنا لينا خزي ولجوء، احنا ملناش حق، كل اعمالنا كلها غلط، وكل حساباتنا غلط. يوم ما نتبرع لربنا مثلا بمبلغ كبير ولا حاجه نفتكر احنا عملنا وسوينا، لا لا، لاجل برنا، لاننا لم نفعل الصلاح على الارض. لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك، مراحمك. دايما لما تصلوا يا أولاد صلوا وذكروا ربنا بمراحمه، مراحمه واسعة، مراحمه أكثر من رمل على البحار، مراحمه أكثر من بحار، مراحمه كبيرة واسعة ودايما وشايلة.
مرة كان في واحد قال أنا عايز أعترف بس أنا عارف إن ما فيهاش فايدة. قلت له يعني إيه؟ قال لي اعترفت الخمسين أسيس يمكن بس ما فيش فايدة. قلت له عملت إيه؟ قال لي عملت حاجة وحشة خالص، زنيت. قال لي أكتر. قتلت؟ قال لي أكتر. قال لي عملت خطية ما تجيش على بالك ويمكن أول واحد يعترف بيها. قلت له يعني عملت إيه؟ قلت له يعني لو قال لي لو قلتها لك ربنا يسامحني، ممكن خطيئتي دي ربنا يسامحني عليها. قلت له قولها. طيب قولها ايه؟ قال لي انا حرامي متخصص في صناديق الكنيسة. بدي تضحكوا. اي كنيسة عاملة الحرص الكامل على صناديق التبرع بتاعتها انا عندي اختراعات اقدر افك اي قفل واحط سلسله واحط سلكه واحط البانه واحط مش عارف ايه. واحد يشرح لي طبعا انا نسيت. فانا سرقت صناديق الكنيسه ياما. هل ربنا يسامحني؟ قلت له قال ازاي؟ مرحمك يا الهي مرحمه واسعه، مش واقف على خطيه معينه، كل الخطايا مغفوره طالما احنا اعترفنا بها. لكن مرحمك العظيمه يا سيد اسمع، يا سيد اصغي واصنع، يا سيد اسمع. تقف كده تقول كده يا سيد اسمع، يا سيد اغفر. الدرجة الثانية يا سيد اصغي. الدرجة الثالثة واصنع. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. يا رب ده انت اسمك دعي علينا، ده انا مسيحي، فمن اجل ان اسمك دعي علينا مش من اجلي انا، انا ما استاهلش، انا ليا خزي الوجوه. غاتينا الفقر اللي فاتت كل ده يعلمنا ازاي نصلي، كل الكلام اللي فات ده بيعلمك ازاي تصلي. اللي جاي بقى نشوف الرد بتاع ربنا. بينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطياتي، خطيتي يا دانيال ده انت راجل اترميت في الجب الاسود، الاسود ما قدرتش تقرب عليك. انت راجل الملك قال لك تسجد للصنم ما سجدتش، وفتحت شبابيك وصليت نحو اورشليم، فين الغلط اللي انت عملته؟ يقول لك لا شعبي غلط يبقى انا غلطت، واعترف بخطيئتي وخطيئه شعب اسرائيل واطرح تضرعي الرب الهي على جبل قدس الهي، وانا متكلم بعد بالصلاه. شوف بقى ايه اللي حصل، شوف ايه اللي حصل. إذا بالرجل في ملاك ظهره هيئة راجل، يعني له الملاك جبرائيل، جبرائيل يعني قوة الله. الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واقفا لمسني عند وقت تقدمة المساء. وهنا أنا عايز أقف، تقدمة المساء
طب انت عايش في بلد بعيد عن اورشليم بمد في بابل، وتقدمت المساء ديت في اورشليم اللي هي بمثابه رفع بخور، وده اللي احنا عاملينه في الكنيسه، في رفع بخور باكر تقدمت الصباح، وفي رفع بخور مساء لو تقدمت المساء. موجودة الكلام ده، موجود من أيام زمان، من آلاف السنين. اللي بتقول الطقس ده جبتوه منين؟ جبناه من الكتاب المقدس. فابني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خلقت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خلق الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. يا ده أنا الصلاة ديت كانت من قيمة مدة طويلة، ولكن أنا من ساعة ما أنت صليت أنا واقف جنبك بسمعها. فهمت يا حبيبي؟ فهمت؟ فهمت ايه المقصود؟ وقت ما انت وقفت وتصلي ربنا سمع. لما يجي امتى ليك مش من حقك، سيبه. جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. هتخبرني بإيه؟ إن أورشليم هتتبني؟ لا لا لا، ده أنا هخبرك بحاجات لا تعتقد إنك هتسمعها. ربنا هيستجيب لك تربتك بطريقة أنت لا تتوقعيها. هيخبره بإيه؟ هيخبره بميعاد مجيء المسيح، في حين فرق بين دانيال والمسيح بتاع 600 سنة. وهنا أقف بكل جرأة أن الكتاب المقدس بتاعنا كتاب إلهي معصوم من الخطأ، كل معجزات، ولا يوجد كتاب آخر في الدنيا مثل الكتاب المقدس. قبل ما يجي المسيح ب600 سنة جبرائيل قال لدانيال السنة اللي هيجي فيها المسيح. إعجاز، مرة كتبت عن إعجاز الكتاب المقدس، إعجاز بيتنبأ في وقت مش وقت التنبؤ. ده أورشليم مذبية سبي البابلي وسبي الكلداني، ولكن قال إيه؟ تابعوا معايا، قربت أخلص، تابعوا معايا. بص يا حبيبي، قال له انت محبوب. الله الله، ايه ده؟ ده انا قلت لك انا ليا خزي الوجوه، وانا وحش، واحنا اثبنا وحدنا عن وصاياك، وانت تقول لي انت محبوب؟ ربنا بيتعامل معانا كده، ربنا بيتعامل معاك كده، مش مع دانيال فقط، بل كل إنسان بيحب الصلاة. يقول له أنت محبوب. طب هتقول إيه؟ 70 أسبوعاً. دخل دخل، حدد مجيء المسيح. مش يا دانيال أنت طالب إن أورشليم تتبني، وهتتبني في أيام عزل الكاهن فيما بعد. لا، ده انا هقول لك حاجه كبيره. اورشليم ايه؟ ارض ايه؟ ده انا هقول لك قدوس القديسين هينزل وتجسد، والمعاد كذا كذا. تابع معايا، تابع معايا.
سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم، وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القديسين. مسح قدوس القديسين يعني هيبقى هو المسيح. يا دي العظمة. فاعلم وافهم انه من خروج الامر. يمكن دانيال بيقول طب امتى هنبدا؟ قال رد عليه. فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس. المسيح الرئيس مش أي مسيح، الرئيس. هو أنتوا بتقروا دانيال خدتوا بالكم من الحاجات دي؟ عشان كده ادعوا الناس يجي الاجتماع، ادعوهم يجوا الاجتماع استفادوا. ما كانتش ساعة من 168 ساعة في الأسبوع. فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس. مجدا لك يا رب. سبعه اسابيع واثنان وستون اسبوعا. سبع اسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ذيك الأزمنة، وبعد اثنين وستين أسبوع يقطع المسيح. طبعا أسبوع هنا معنى سبع أيام، لا معنى سبع سنين. وليس له وشعب رئيس آدم يخرب المدينة والقدس هتخرب، وانتهاؤه بغمارة وللنهاية حرب وخرب قضي بها. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. بص بقى الدقة، شوف الدقة. إمتى المسيح ده هتسلب؟ شوف الدقة. وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة. وسط الأسبوع يبطل الذبيحة. إمتى بطل الذبيحة يا أولاد؟ يوم إيه؟ يوم إيه في أسبوع الآلام؟ هنا حدد أسبوع الآلام. ها؟ إمتى بطلت الذبيحة؟ الخميس العاد. عهدا جديدا. العهد القديم بتاع اليهود انتهى، ولكن بدا العهد الجديد. وطبعا كمل بالصلبات وبالقيامه والتقدمه وعلى جناح الارجاز مخرب حتى يتم وصب المقدة على المخرب. يعني حدد عن طريق الكلام ده يبقى المسيح اتولد قبل الميلاد اللي احنا بنعمله ده باربع سنين. احنا 2000 كام؟ 23. باربع سنين المسيح اتولد قبل كده، بس هي فوارق في الفلك في التاريخ. يا ولاد انت فين دانيال ده؟ فين دانيال والمسيح فين؟ ده بتاع 600 سنة شاف.
إعجاز في الكتاب المقدس، إعجاز نبوي، إعجاز هتقولي نبوة صدقت. وكان في وقتها لا يتوقع أحد أي شيء من ده. إعجاز. دانيال أعدى هذا الإعجاز لنا كلنا. يا أحبائي، يا ريت نقرأ الإصحاح ده في البيت، ويا ريت نتعلم إزاي صلى دانيال وقال إيه، وإحنا إزاي نصلي، ونتعلم برضو إن ربنا أنت طلبت طلب هيديلك أحسن منه. أنت يا دانيال عاوز إيه؟ عاوز اليهود يرجعوا لبلادهم من السبي؟ لا، ده أنا هديلك أحسن من كده، هديلك قدوس القديسين هيمسح وهيجي وتجسد. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم ويجعل الكلمة تأتي بالثمار 30 و60 و100 لا المجد في كنيسته أبد آمين. نصلي.